مهندس ايمن لويس رافلا، انا السي اي او ورئيس مجلس الاداره لشركه اجيك للتطوير العقاري. الكونسبت بتاع اي دبليو جي كان اتراكتيف بالنسبه لنا، لان زي ما قلت هو دخل لنا شريحه جديده من الكلاينتس. احنا كشركه كديفلوبر لوحدنا ما كناش نقدر ان احنا نجيبهم. يعني انا حتى لو باجر مكان، فانا باجر مكان كبير 500 متر 600 متر لوان كلاينت لشركه كبيره، لكن ما كنتش اقدر اخاطب لا الشركات الصغيره ولا الانديفيدوالز. دي اول شراكه ندخل فيها مع اي دبليو جي فريجس، ده في المشروع بتاعنا اللي هو بارامونت بزنس كومبلكس في شيراتون هيليوبوليس. لكن طبعا في الفيوتشر يعني في بلان ان احنا كل المشاريع الكوميرشال والادمن بتاعتنا ان احنا يبقى موجود فيها شراكه مع اي دبليو جي. اي دبليو جي طبعا عندهم اكسبيرينس قديمه، شغالين في دول كتير قوي، وبالتالي فهم بايونيرز في النوع ده من البيزنس، وبالتالي هم كانوا طبعا اصلح ناس او افضل ناس ممكن نعمل بارتنرشيب معاهم. يعني وده برضو بيفسر ازاي نجحنا ان احنا خلال 3 شهور نوصل من مرحله الديزاين وهم طلباتهم ايه الى ان احنا بنوبريت المكان. بالاضافه لان اي دبليو جي برضو مش مجرد ان هو بيقدم اوفيس سبيس، هو بيقدم اكسبيرينس متكامله. They care about every detail في المكان. بالنسبه لنا في بارامونت بزنس كومبلكس موفرين كمان a very good outdoor space، ان انت تقدر to have البريك بتاعك وتخرج بعد كده وترجع تاني تكمل شغلك. بالاضافه لان احنا شايفين ان النوع ده من المكاتب هيبقى عليه growing demand في مصر لأسباب كتير قوي. تطور العقلية بتاعت الناس اللي بيعملوا بيزنس في مصر. السنتر بتاعنا في Paramount Business Complex كان sold 100% before opening. يعني احنا ابتدينا شغل أول أكتوبر والمكان sold 100%، ودي طبعا نجاح يعني هايل للتيم بتاع الماركتينج بتاع اي دبليو جي. مهم جدا اذا انت عايز تبقى بارتنر مع اي دبليو جي لازم تكون بتفكر بطريقتهم، بحيث ان لما بيطلب منك حاجه ما بتاخدش وقت طويل ان انت تقبلها. يعني you are thinking the same way. يعني من المواقف الطريفه ان هو يوسف من مثلا من 10 ايام يعني قال لي الكلاينت محتاج سم انترتينمنت في المكان، فاون ذا سبوت احنا بعتنا اشترينا ترابيزه بينج بونج وحطيناها في المكان، بحيث ان ممكن الكلاينت اذا عايز يخرج الموظفين يقضوا يلعبوا شويه يقضوا يهاف سام فان. مش مجرد مكان تشتغل فيه، المكان تشتغل فيه وانت مبسوط.